المنهج الإسلامي لحفاظ الأسرة. أولاً القيم الثابتة هي عماد الاختيار بين الزوجين، بين الأسرتين. أما القيم الزائفة فهي زائلة لا قيمة لها ولا وزن. نريد القيم الثابتة. شو هي القيم الثابتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا لا يمنع لما أقول اظفر بذات الدين أن يكون هناك عوامل مساعدة مع الدين، لكن الأصل يجب أن يكون والدين. فإن كان مع الدين جمال لا مانع، وإن كان مع الدين مال لا مانع، لكن الأصل الدين. فإذا وجدت الدين وفقدت كل القيم الزائلة، إذن اظفر بذات الدين، وهذا هو الأساس. إذن هل يا ترى الآن الذي يحكم علاقات الزواج اللي هي تؤسس للأسرة ابتداء من التأسيس، هل يحكمها القيم الزائفة الزائلة أم القيم الثابتة الأصيلة؟ بتجرد يعني إذا نعترف كلياتنا القيم الزائفة الزائلة. يقولوا العريس للشاب مسكين جاي ما صدق، يعني بلغ هذا السن وجمع له شوي، بده يعف نفسه ويعف فتاة يؤسس بيت مسلم، يطرق الباب على جماعة يظن فيهم الخير يقول له مرحبا بك، لكن قبل ما تقرب مليون بمليون ودش على البلكون، هيا يعني قبل أن تخطو خطوة نحونا، ما بتجي وما نقبل فيك بنتنا نحن الحسب والنسب حتى نقبل بأربعة، حتى تأتينا بأربع مفاتيح، افتاح البيت والسيارة والكاسة والمحل، إذا ما جبتهن ما لك شغل عندنا. كلها قيم زائفة زائلة لا تجلب السعادة. كتبت عقودا زواج، كتبت عقود، كتبت عقد كان 500 ليرة ب500 ليرة، إلى الآن من 8 سنوات يعيشون أسعد حياة الزوجين تماما في حي الحيدرية عرفت كيف؟ يعيشون حياة يعني سعادة. وكتبت في الشهباء عقد، المقدم 50 مليون والمؤخر فيلا بقيمة 100 مليون، وبعد 6 أشهر تم الطلاق وتم التسوية وجابوا الحكمين، لم تستمر الحياة. القيم الزائفة لا تجلب السعادة. أسعد الزواج وأدومه أيسره مأرا وأقله مؤونة وكلفة. فلذلك يجب أن ننتبه على التأسيس، أن تؤسس الأسر على القيم الثابتة يا سادة، القيم الأصيلة التي تبقى في الدنيا والآخرة. والسعادة هي سعادة القلوب. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وأكل خبز أحب إلي من لبس الشفوف. لم تكن هذه الأعرابية يوم خطبها معاوية فرفضت الخليفة، وبدها ابن عمها البسيط الدرويش تماما. فإذا يجب أن نركز نحن ابتداء على القيم الثابتة في الاختيار وهي الدين والخلق. من هنا ظهر الفساد وظهرت بوادر التصدع الأسري.